الجولة الثانية بعد الزيبلاين احزروا وين؟ مكان جميل جدا، معظم سواحنا زاروها واستمتعوا بهذا المكان الرائع. بحيرة شيبان، اللؤلؤ الزرقاء، عروسة أرمينيا، عدة أسماء حملتها بحيرة شيبان. جولة بالقارب في بحيرة شيبان. في بحيرة شيبان بإمكانك استئجار قارب صغير وقيادته، قوارب سريعة بسرعة 120 كيلومتر في الساعة. بإمكانك استئجار قارب وحدك أنت وعائلتك بسرعات بطيئة 25-30 كيلومتر في الساعة والاستمتاع بالبحار في بحيرة شيبان. وهناك أيضا سكوتران الماطور المائي لشخص واحد تقودها بنفسك. وبإمكانك أيضا الاستمتاع من خلال هذا القارب